أقام مشروع سوا شباب التابع لجمعية المودة الخيرية بالتعاون مع الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم مبادرة مجتمعية في الحسكة خاصة بأطفال مرضى السرطان تحت عنوان كن أقوى من أجلنا. الهدف من هاي المبادرة التخفيف على الأطفال من الضغوط والظروف ومصابهم اللي هم فيه لحتى نكون جنبهم نحن ولو بأدنى شيء نقدم لهم إياه لحتى يعيشوا طفولتهم اللي بالأصل بظل هاي الحرب انحرموا هم منها. فعنوان المبادرة كان كن أقوى من أجلنا لحتى نحن نكون جنبهم بنفس الوقت نستمد القوة من هاي الأطفال. طبعا يتخلل المبادرة أنشطة ترفيهية، عرض مسرحي، بالإضافة لتوزيع هدايا للأطفال المصابين. نشاط بالتشاركية مع جمعية المودة مركز سوا، وهو تقديم ألبسة لمجموعة من الأطفال المصابين بأمراض السرطان والدم. تقريبا شمل العدد أكثر من 40 طفل. راح يتم تقديم هدايا لهم تخص لباس شتوي، إضافة إلى أنه مجموعة من النشاطات الترفيهية اللي تنصب تحت مبادرة الدعم النفسي والدعم المادي لذوي الأطفال. الهدف من مبادرتنا اليوم أنه نحن نفرح الأطفال، نزرع الفرحة بقلوبهم، نوصل لهم رسالتنا اللي هي أنه نحن سند والدعم لكم، وكونوا أقوياء، كونوا أقوياء من أجلنا، كونوا أقوى من المرض. يعطيهم العافية على هالنشاط. والله انبسطنا كثير بالنشاط وفرحونا يعني كثير، والله يسلمهم. عم ألعب مع عموميكي ومبسوطين كثير، مبسوطين. ويأتي الهدف من المبادرة للتخفيف على الأطفال المصابين ومساندتهم في ظروفهم الصحية والوقوف إلى جانبهم، حيث تضمنت المبادرة تنفيذ نشاطات مسرحية وترفيهية وتوزيع الهدايا المنوعة لهم. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.